شد دارك، باش تحمي روحك وصغارك. مهرجان كونوليا. أيا على سلامتكم ومرحبا بكم. يا سادة يا كرام، كان يا مكان في قديم الزمان يحكيو على صياد بحار يصطاد السمك في البحر، يعيش هو ومرته زوجته في كوخ صغير على حافة الشط. هكا الصياد ناشط وذكي، وكل نهار منين تطلع الشمس يفيق يحضر روحه ويهز معاه مكتب من الماكلة، شوية خبز طابونة، شوية بسيسة، شوية زيت، كعيبة دقلة، شوية شريحة، كل نهار وقسمه، وكل نهار شنو يكتب. هو فرحان متهني، هو ومرايته راضين بقسم ربي، فرحانين بحياتهم. يخوم يهز فلوكته يدخل البحر، عنده مقاذف، فلوكة صغيرة ماهيش شراعية، مش بالشراع بك المقاذف، يدخل على قد حاله، يدخل البحر يصطاد مكتب اللي هو عليه ربي كل نهار وقسمه، ويرجع للشط يربط الفلوكة بتاعه بالطبيعة، يرمي المختاف باش تركح الفلوكة، ويهز اللي كتب اصطاده للسوق يبيعه وياخو حقه ويقضي بيه قضيات لدويرته، وإذا كان فضل شوية حوت يهزه معاه لداره، وعايش في هنا وسرور، فرحان وعايش في أمان. وكان يحلم هو ومرته، يحلموا كيما الناس الكل، يحلم انه نهار يرزقه ربي ويوسع، يبدل هالكوخ هذايا ويبني بيته ولا اثنين، ويعمل جنينه مزيانه، ويهز السور هكا وحاجه حلوه برشا، باش يجيب صغيرات زاد كيف كيف، ويحبوا باش يجيبوا صغيرات ويربيوهم ويبداو مزيانين. برشا عنده برشا احلام معقوله، هذاك علاش هو ديما ناشط ومرته تساعد فيه. نهار من النهارات يا جماعة، كيما كل حكاية، قابك الصياد الصباح، يا فتاح يا رزاق يا ربي الأعمال عليك وشدة فيك، هز قفيفته، هز الشبكة بتاعه في يده، وقصد ربي اطلع في فلوكته، نحى المختاف حطه في الفلوكة، وحط القفة والشبك وشدك المقاذف، وبدا يجذف ويجذف، وكل الفلوكة داخلة 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 في البحر. ونهارتها نهار طياب، الشمس بازغة في قلب السماء فوق، والناس متخبر رايحة، والبحر كما نقولوا احنا البحر زيت رايض، وفوق حتى الموجة رايحة، وكل الفلوكة ماشية تسبح. فك البحر واكل الصياد فرحان عامل كيف، مستبشر خير، يقول يا ربي تكرمني اليوم وتعبي لنا شبكة برشا برشا حوت. هو يحلم باش يلقى كعيبة حوت ويغني ويقول أنا عندي سمكة تسبح وتسبح وفي الماء تمرح وتمرح، أنا عندي سمكة تسبح وتسبح وفي الماء تمرح وتمرح، سمكة في البحر بيتها بيتها في البحر، سمكة سمكة في البحر رأيتها تجري تجري تهرب تهرب تهرب، إني لحقتها. وهو يجذف وشيخ فك الطقس المزيان، والبحر المليان، يا ربي تكرمنا لنوصل البقعة رايو هكا، قال هنا مهري فما الشبع حوت، وقف وهز هاك الشبكة وحطها على يده من هنا، وانشرها في الهواء اتحلت كي شعاع وهبطت على الماء، وبدات وطست في الماء، وقعدت هو شدت راس الفتلة باش الشبكة ما تهربش عليه، وعامل هكا وهو يمني في روحه يدعي ربي يقول ياك
كريم يا نايب. ربي ترزقنا. وبدا قدم ديدا يستنى، وبعد بدا يجبد في الشبكه، حاسها ثقيله شويه، مكبشه شويه، يجبد قال زعما بعبي بالحوت، فرحان كله امل، ويجبد لك الشبكه. من طلعت الشبكه لقاها بالحق رزينه، هذا هي معبيه برحشيش وضريع. شيري خفيف، كيف حوت صغيره بكل الخبر الوحيد اللي في الشبكه، سلكها من وسط الشبكه، واحد ذاك الضريع على حالك الضريع والحشيش، وهزها حطها في يده، تفرفت. سبحان الله، حوته هذه اول مره اشوف في حياتي، حوته تقول عليها كعبه ريبيا، اما هي ذهبيه، حوته ذهبيه صغيره، محلاها تفرفت. قال محلاها مش عمبيه هذه، مش قد الشقاء والتعب، حوته صغيره تدي حتى شربه ما بتجيش، هي عمل هكا لوحها في الفلوكه وقعد ينفض في الشبكه بتاعه، وينحي فيك الحشيش اللي علق بيها كذا، ينظف فيها باش يحاول قدم شويه هكا، وحاول تلم في الشبكه وتوكل على ربي، يا ربي العمل عليك وشد فيك، وعمل هكا ورمها الشبكه مره اخرى، اتحلت الشعاع هبطت على الماء وبدات، وهو شاد كيما العاده راس الفتله، وشدت هكا الشبكه وتقول يا ربي متخيل قاصدك، وربي ان شاء الله يكرمنا المره هذه عاد. هو هكاك والدنيا رايضه والبحر زيد، ويستنى يسمع في صوت من بعيد، وكان صوت يعيط باسمه، يتلفت يا عم الصياد. غريبه، شكون يعيط له في صوت البحر في قلب البحر؟ استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعاود يسمع يا عم الصياد، استغفر الله العظيم، شكون يعيطني؟ تلفت من هنا فمشيش، طرحت من هنا مشي، وعمال يسمع في الصوت ينادي فيه. غريبه، خاف الحقيقه، ولا يرجف شي حكايه، ربي قدر الخير، وليت مهلوس وحدي، حتى في تبتاو خسرت نوطه للفلوكه، يلقى هيك الحوته الذهبيه اللي شقها وطيشها في الفلوكه ما زالت تفرفت، هزها في يده، قالت له يا عمي صيح، استغفر الله العظيم. قبلت قال لها حوته انت تتكلم؟ قالت وين تتكلم، ما تخافش يا عم الصياد، انا مانيش حوته عاديه، انا راني الحوته الذهبيه، انا اميره البحار، انا بنت سلطان البحار، سيبني مع ملك ربي، راني خرجت نتنزه ونتجول في البحر ونسيت روحي، بعد برجع على دارنا يا اخي وقعت في الشبكه بتاعك. ما قلت لي خير يا اميره، هكا تعمل يا اخي، ما بالكش فما حجر صحي، ما بالكش ما يلزمكش تخرج من الدار توا، هكا توا تما قلنا لكش الدار، سمعتش الكلام يا اميره توا، عيب عليك. قالت له باهي سامحني، سيبني المره هذه، خلينا نرجع نجري باش ما تحارش عليا بابا السلطان البحر. وتو البحر يهيج كان يتغشش، قال يا هو اللي هيج البحر، قالت له قال ما تعرف كيفاش، برا سلم عليه وعايش بنتي ما عادش تخرج من الدار المده هذه، شد بيتك عايش بنتي باهي، برا ربي معك، ورماها في الماء، بدات تجري ترقص فوق الماء كالحوته، برك الله عليها مزيانها وشبها، وكا الصياد بات في عجب ربي، ويستغفر في المولى، استغفر الله العظيم، مش مصدق روحه، حياته كامله في البحر، قال بلاكش نهلوس انا مش بالحق، بلاكش يتخيلني، بلاكش نحلم وانا فايق، يطلعش هذا يحلم بالعقاب اللي يحكيوا عليه، زعما بالحق ولا يقص في روحه، يا ودي هاني فايق بالحق، هاني في الفلوكة، استغفر الله العظيم، هاي حكايه بالحق، هي الحوطه تتكلم، واميره وانا كنت احكي معها، هذيك هي. هاي ظهرني هذا النهار اليوم، نزلني نكمل فيزا ونروح للدار، حاجه غير عاديه، حوطه تتكلم، غريبه والله غريبه، وبدا يعمل هكا في الشبكه، يلقاها رزينه، زين هدره تلاقي في الشبكه، يا ربي يا كريم، وبدا يمسك الشبكه، والشبكه ثقيله، وهو يجبد، يا جاه ربي، ثقيله، هكا وقربت الشبكه طلعت وصلت. ما شاء الله، حوتة كعبة حوت مناني كبيرة، ما شاء الله، برك
تبركل 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 عمل هكا قوة جهد الكل باش بدي شكا وطلعها جات في وسط الفلوكة هاكي كعب بناني طويلة ما شاء الله كبيرة قد ولا حتى أطول منه فرح قالوا يا رب لك الحمد على النعمة اللي أعطيتها لي هذه ورزقتني بها هو هكاك فرحان وطلعت لك الحوتة يا عمي الصياد يا عمي الصياد يا عمي الصياد لفت قالت ما زلت هنا قالت له ايه قالت له عجبتك الهدية قال انا هدية قالت لك الحوتة هذيك راهي هدية مني قالت لك انت طيب ياسر انت اطيب صياد في البحر هذا يكون هذاك علاش انا قلت بما انت قلت معايا الخير انا حبيت نجازيك ونعطيك هديه وجبت لك الحوته هذه هديه ليك ولعائلتك باش ما تروحش خايب وبارك الله فيك قال لي عايش بنتي عايش بنتي يعطيك الصحه على حسن اخلاقك والكرم نتاعك اي برا كيما قلت لك عايش بنتي برا مش دارك وش دارك ما قلت لك عاد يزي من الدور هذا قالت له باهي اما انت راهو كان تحب اي حاجه الدم راني انا نحترمك برشا ونحبك برشا عم الصياد عملت معايا الخير وانا عمري ما ننسى الجميل ايه قال عايش بنتي انا ما عندي مسحق الحمد لله مع الحوته هذه يا رب لك الحمد بارك الله فيك قالها ايه بالسلامه بالسلامه هي مشات ريحتها وهو فرحان بدا يجذف الفلوكه بتاعو وروح لدميرته منين وصل للشط يلقى برايته تستنى فيه قالت له ايه جبت قال له ايجا عاوني هذه جبت حوته تبارك الله راهو حوته كبيره هي بينا المراه شافتك كعبد بناني ما شاء الله قال له ايجا عاوني هز معايا هاي بدات تفرحت المراه وقالت له تبارك الله خمسه وخميس وبدات تزبر وهي فرحانه هاي قالت له هاي دخلوا هاي هزوا الحوته تعالوا عليها دخلوها للدار قالها اسمع النهار راح تو ما عادش فيها نهار السوق حتى السوق سكر الحوتة هذه ما نجموش ناكلوها حنا كبارش علينا هاي برا قصوها طريفات طريفات طريف خليه لينا احنا طيب هولنا فطيرة باهية مزيانة والبقية تو نوزعوها على حباب والجيران باهي قالت له هذاك هو الصحيح قال لك هو احنا كيما الناس الكل كي يبنى على الخير برشا ما نقعدوش احنا ناكلوا والناس تتفرج لا احنا نقسموا بعضنا باهي مش واحد عنده برشا والناس ما عندهمش قالت له هذاك الكلام الصواب الزوز هم ولاد حلال هاي قصوا هيك الحوته هم فرحانين وكهو عاد هز هو المراه هزت طريف باش طيب وعاد ما يكفيهم هما الزوز وهو هز عبا في القفه هكا طريفات اخرين وبدا يدور من دار لدار ما بين الجيران والاحباب الناس دارين بها الكل وكل واحد يدق عليه ويقول له هذا بايك اللي من خير ربي هذا ياكله من خير ربي وكل الناس فرحوا وبارك الله فيك قالوا له يا صياد يا طيب يا احلى بحار حاسينه هما يشكروا فيه ويقول لهم لا العفو كو قابل بواجبه كما ينبغي وهو فرحان خاطر الانسان مش كيك ياخو راهو يكون سعيد حكي حتى كي تعطي وتجيب البهجه للناس تكون سعيد مش كيش واحد كي ياخو هذاك علاش الصياد هذا كان سعيد جدا وهو يقدم في الهديه للجيران واحبابه روح فرحان 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 كمل الفرحة بتاعه كي روح للدار يلقاها عاد المراه محضرت له قصها هي بيها كسكسي كما تعرفوا دوما عاد تشتيوه الكسكسي بتاعنا وبداوا ياكلوا سموا بسم الله وقصدوا ربي كلام اكتم شبعوا عملوا كويس فرحوا تكاوا وبدا يحكي لها قالها يا مراه راهو اليوم كعبت الحوت هذيك قالت له الحوت هذي عمري ما ذقت حوت ابدا منها قال الحوت هذيك راهي مش كيما اي حوت الحوت هذاك راهو جاني هدية من عند أمير البحار كيفاش؟ احكي لي حكايتها احكي لها الحكاية من أولها لآخرها وهذه المرأة متعجبة قالت له أبهب توا هكا يا راجل تجيك فرصة ليديك تجيك أمير البحار بنت سلطان البحار وتقول لك أطلع باش تحب وتقول لها ما عينيش قال لها مش حاجتنا الحمد لله واكلين شاربين نحضر ربي ونشكروه على النعمة اللي احنا فيها قالت له هكا توا هكا قداش كفقري طلعت برا امشي توا ترجع لها وتشوفها لو وجع عليها هالأميرة هذية وقل لها راني انا قل لها مرتي راهو شاهية ماذا بيا كانت نجم شاهية نعمل في بالك عنا من هكا عام نحلمو باش نعملو دويرة هي قالها
قالها باهي. اي يا سيدي قالها باهي. هذا كيفاش الشام احنا ديرا موت نعملوها احنا بجهدنا واحد دخلها. قالت له احنا باش تخلص سنين شوف تعملوها شوف ليه تي فوق نقول لها هي العائله تو تعاوننا تقد هذا في صافي صافي. وبدات حاسيلو خرنا نعيط خرنا نعيط. قالها باهي تو نمشي نشوف هاي حاسيلو ما خلاتوش راهي الصباح العاده يقوم واحد وقوم هي هاي خاطر هاي في جاري هاي قوم قدم على روحك اليوم هاي معاش وقت. قال يا بنتي مازال بك حتى الشمس ما طلعش الدنيا مازال ظلام. ايه قد ما حضرت روحي قولي كنت امك عايشه هي حتى فطورك حاضر. حاسيلو ضربته في صافي صافي هزك الخفيفه هزك الشبكه طلع فوق الفلوكه الدنيا وزت الباب هز المخطاف حطه في الفلوكه وقصد ربي يحب يتذكر البلاصه اللي صطاد فيها البارح وهو ماشي يجذف والشمس تطلع تبزغ والنهار محلاه والضوء محلاه كيف ناحية الظلام وإن شاء الله ربي ينحي علينا الظلمة هذه. ضحك النهار محلاه بزغت الشمس وكا الصياد عمال يقدم ليه وصل للبلاصة اللي تلاقى هو وأميرة البحار. ليه وصل هذيك من غير ما يحط الشبكة مقابلة لدينا يديرها يا حوتة يا ذهبية يا أميرة البحار يا أميرة البحار. وهو ينادي يا أميرة البحار. طل من هنا شيء طل من هنا شيء. قال ظهر لي سبعة كلام ماني قلت لها شد دارك وما عاش تخرج هاكي سبعة كلام. طلعت بنية فكية يعطيها صح. هو قال هكا هاي زيد لو ما يجيش القاهمة دي شد الدارة هو هكاك وشوفيه تنقص فوق الماء. اصلي مع عبد الصياد يا احلى صياد في البلاد محلاك وما بالك كي صرتك جيت هك جيت الصباح اليوم. قال انا جيت نلوج عليك الحقيقه اما انت اش مخرجك. قالت له انا ليه انا مخرجش من الدار اما كي سمعتك وانا نحبك قلت على حاجتك بيا ثبت قول نجي نشوفك اما كمان بعيد انت في الفلوكه ولا في الماء في البحر نحطو مسافة أمان بيني وبينك. ها قال يعطيك الصحة هادي تفهم. هيا يا سيدي قال واش حاجتك؟ قال هرا الحقيقة أنا أول مرة حكيت لمرتي الحكاية كل قالت لي شبيك ما قلتلهاش اللي احنا ماذا بينا على دويرة دويرة باهية هكا صغيرة مش قصر مش صغيرة دويرة باهية باهية باهية. قالت لي اللي بيك توا حالا ترجع لدارك تلقى لحاجتك يستنى فيك. هكا قالها فيسا فيسا قالت له نعم عزيز وطلب رخيص يا ابني اطلب ليش تحب راك غالي برشا عندنا احنا ربي فضلك يا امير ومشيتك يا امير تجري رجعت له شد دارك قالت له باهي ورجع هو فرحان يجري لين وصل للشط يخزر هكا يلقى مرته فرحانه مرته واقفه على الشط تزغرت وعامله جو يلوج على الكوخ بتاعه ما لقاهاش يشوف القصر ما شاء الله قصر كبير بيبان وحيوط بالرخام والسقوف مرصعة وبيبان لوح منقوش وجو باللون وحاجات كبيرة ياسر وقعد بها ويدور هو مرته في القصر ما شاء الله قال الحمد لله وهي فرحانة ربي يكرمنا. قال يا رحم والديها هيك الحوتة قداش بنت عائلة وعملت معنا الخير ويدور في القصر يا سيدي حد تعبوا هاي يا سيدي تعبوا. قال هاي برا أعطينا حويجة ناكلوها خل قبل هذا النهار وفاء خل واحد يمشي ياكل المكتب وبعد يمشي يرتاح خل يقوم الصباح يخدم على روحه. قالت له هيا قالت له انا ما تهيتش اللي واش بيك قصر كبير ولا واحد وكذا وانا نقضي فوق نقضي لوطه بيوت فوق وبيوت لوطه قداش مني وانا وحدي. هاو عندنا شويه كوستي تاع البارح حطوا سخنوه قال لي اكتب مرحبا هاي سخنوا كتري في الكوستي تبقى كلاوه حمد ربي ورقدوا في الليل. قالت له هذه الكستي ما عجبكش. قال علاش نعيمة ربي. قالت له كانت تحب الحق بالحق نرتاح بالحكاية تاع روحك وحكاية الماكلة هي صرفت الحوتة برا مشينا وقلها تعطينا صفرة سحرية طالبة سحرية اللي نطلبه تعطينا. قال يا زعما باش نكثر عليها بنت الناس اي. قالت له عشنو انت فيخي ما تحبش حتى في مصلحتك انت مو في مصلحة الناس الكل وهي كي نعينهاش تقول لك لا. قال هي بالحق كما هي تقول لي لا. حاسيلو
شدت له ليله كامله الصباح كي العاده مازال لها ما طلعش قوته. اي يا سيدي قالت واجي في صحيح قالها الدنيا مازال لي قالت له ما حضرت روحك كي بطلع منها راي زلمته كي العاده قال مسك هزك الخفيفه هزك الشبكه ومشى يجري حاط المخطا في الفلوكه ركب في الفلوكه وبدا يجذب في جذب لي وصل للبلاصه هذيك اللي مستانس يتلاقى فيها مع أميرة البحار وداعيت لها يا أميرة البحار يا أميرة البحار يا أميرة يا صغيرة يا أميرة يا مزيرة حقا وهي جاية تجري تجري من غادي وترقص فوق الماء يا الهار السعيد يا صباح الخير مرحبا بيك يا صياد يا أحلى صياد في البلاد مرحبا بيك كي سمتك هاك جيبني حتى لا توحشتك. قالها يا أميرة الحقيقة الحقيقة أنا جيتك في قضايا وحاشة منك. قالت له بأخذ لك عندك أنت عزيز عليا برشا ونحبك برشا ومتحشمش مني اعتبرني بنتك. قالها يا أميرة البحار أنا الحقيقة ماذا بينا كيف فما حكاية هكا الطاولة وين نشتهي حاجة ولا حاجة تعاوننا على الطيب. قالت له فهمتك 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 توا دوما تروح تلقاها تستنى فيك اللي تحب عليه تلقاه يستنى فيك برق صدر ربي. قال لها بارك الله فيك وعايشك يا أميرة وبارك الله فيك أيا إلى اللقاء. أنا شدتك قالت له باي هاي مش شدتك ورجع يجري في الفلوكة ليوصل للشط ليوصل للشط يلقى مرت فرحانة وهي أتزغر بالفرحة تفضل بالفرحة. قال ها قالت له قالت له أوجدنا طاولة توا طاولة بزينة ومحلاها ومبنها أبا أنا ما قربتهاش قلت حتى تجي أنت. هاي قال أنا شوفها ودخلوا شافوا الطاولة طاولة من اليوم غادي مزيانة مزيانة ملقوشة مرصعة حاسينه ما شاء الله عمره ما شاف حاجة مفيانة كيما هذيك. قال هذا ما جربوا هاي كل واحد يشتهي جربوا. قالت هي نشتهي تفاح قال هو نشتهي رمان. سبحان الله والرمان والتفاح جاوا فوق الطاولة وبداوا عاد كل واحد يشتهي وياكل كل واحد يشتهي وياكل. هي تشتهي قناوية جهة قناوية تشتهي جلبانة جهة جلبانة تشتهي نواصر جهة نواصر يشتهي عقد يبقى العقد المدفونة الملوخية حاسين وشهاوي كل هبطوها وهم ياكلوا. هاي يا سيدي الماكلة موجودة والدار تبارك الله قصر وهم ولاو من الدار ما يخرجوش. اللي يشتهي وك الطالب بدرهم غير شي برك اقول وك الطالب بد حاسينه ماكلة عربي ماكلة سوري غلط في وقتها في غير وقتها. اللي تشتهي يقول هو ياكل بهذا تحدات جديدة تقريبا شهر حاسينه عمره حضر صحي وحالهم فهمت. فاتوا الشهر ومع الحالة هذيك لين جنب وجعوه فهمت بالقعاد وبالرقاد لا عاد يخدم لا عاد يخرج كل شيء متوفر. اي يا سيدي دين نهار من النهارات القصر كبير والغابة كثرت والشباب برشا والريح ما يخلي حد يستريح الريح ما يجيب الغبابر ويجيب ها الدنيا تمسخت شوية والمرأة كثر عليها وحاست بروحها تعبت واستنزف بالقعاد عاد قالت له طوما الحقيقة الحقيقة دار كبرت عليا وما عاش نقدها وحدي والقضية برشا برشا واحنا ناقصين برشا أثاث زادة ماذا بيا كان نبدل الريلوهات ونبدل ها برشا حاجات شي هي هيا قالها شنو تحب اش معناها اش معناها قالها أنا توا ها كل شيء يطلب تخزين. قالت له لا كثر عليك لا كثر عليها برا امشي قولها توا نعملوا لها أحلى محيات معناها بوكار محبس بالله به وفيه برشا أحجر وبرشا هكا الزينة وواحد كذا فكر مخالب الله ودي أمشي قول لها يا أميرة البحار تجيشي بحذا نظيفة وإحنا ما نسحقوا حاجة في وقت قد ماشي وتلوش عليها شوف القاها شوف ليه هكا تولي بحذا ونحطوها هكا حتى في بيت الصالة بتاعنا به وما نسحق حاجة دومني ليها قولها كذا ويتقدمها. قالها زعما قال راهي أميرة أميرة عن دارهم أنت حاضرتها في بالك هي حوتة سمكة صغيرة ما عطيتهاش قدر أما هي راهي أميرة وكل قرد في العين بوغزة وش معقول. قالت يا أخي علاش قلنا علاش نضيفوها يا سيدي قعدت تلح عليه تلح عليه تلح عليه لين مسيكل غلبته هز روحه
امشى بالصيف طلع على الفلوكة وش بيك عنده قداش بخدمش بده عكش اي بسيدي بالصيف يجذف بالصيف يجذف ليل حاسينه بالصيف وصلنا البلاصة هذيك وين الأميرة وبدأ عيطلها يا أميرة يا أمير قبيحة يا أميرة جميلة يا أميرة يا جميلة يا أميرة البحار وبدأ عيط هكا وهي جاية تجري من غالي قالت له عسلامة عسلامة عم الصياد يا أحلى صياد في البلاد كي سبتك عندي مور شبلتك قالها ايه ما كان واحد الحضر الصحي كل واحد شد دويرته وانا ميني قاعد في الدار كيما انت ماكش شادي الدار قالت له ايه هاي خلها كهو ان شاء الله ربي يهز علينا الغمة راني جيتك يا أميرة الحقيقة احنا استحيشناك ومرتي الحقيقة حابة تفرح بيك وقالت لك تجي ضيفة بحذانا وحضرت لك حتى مقابل لا معبي بالماء وفي حجر وفي زينة وفي كذا تغوش عليك في البحر الروطة في عمق البحار يشبه بارشا للجو تعيشوا فيها انتم فهمت كانت تحب تجي بحذانا وحضرت لك البقرة هذيك مش تولي ديما بحذانا كانت تحب لكن أميرة فهمت الحكاية وتخشت أنا ما بينتش على وش بتاعها قالت له شوف يا عمي الصياد أنا فهمتها مرتك شو تحب أنا مش نوافقك على الحكاية بتاعك استني دقيقة بركة هاني جيتك قالت لق دقست في الماء غطسلو طب الكل ورجعته في لمح البصر قالت له شوف عمي الصياد هذا صديق الصغير كله أصداف ريتو هذا هدية لزوجته أما تحلوش أنت هي بركة تحلو باهي تلقى فيها تحب عليه كله قال لها باهي هزك الواحد حطه في جيبه وبدا راجع يجري الوسط الفلوكة على الشط يلقى مرته تستنى يا مرحبا يا مرحبا وين الحوتة جبتها قالت له لا قالها لا الحوتة ما جبتهاش أما راح يجيب بعضك لك الصندوق هذا قاعد تلقى فيها تحب قالت له بتحلو كان انت هيا به هيا فيها هديه مزيانه برشا شوك الصندوق مزيان وما بالو ابابابا محلاه بدات تغزر وبارك الله خمسه وخميس يودي الهدايا بتاع الملوك ظاهره وهو صندوق مرصع بالمرجان ولا حاجه رائعه جدا هي حلته دخان كبير دخان في بابه كبيره كبيره خرجت وعمت البقعه كلها وحد شيء ما عاد يتشاف وبعدك الزبابة نحات من نحات الزبابة اتلفت وبلقاش القصر مشى القصر بالطاولة بتاعه رجع الكوخ حلت تلقى في موريقة مكتوبة صغيرة حلتها بالسيف تقرأ فيها مكتوبة بلغة الحوت دورتها قادها تلقى مكتوبة بالعربي قادها تقرأ فيها قتلها على سلامتك حبيت نقول لك فما برشا ناس تجمع ما تشبع وفما ناس من كلمة الحمد لله تشبع وحديث مقياس مش حصيرة يقعد عليها الناس وحكايتنا هابا عم جيتي نصابر وإلى اللقاء.